عليكم حبايبي، هلا نحن في اصل البيت. هلا نحن نحط الليمون، نحن حطينا حامض وبرتقال. برش حامض وبرتقال. برش حامض وبرتقال. ليش حطيتيهم فوق البيض؟ ليش حطيتيهم؟ عشان ما تطلع زنفتان. برافو عليك. شو قصة نحط؟ حلو لي حطي قصة. هلا انا بحط براس المعلقة شوية ملح. حطي حلا براس المعلقة. هلا انا بحط براس المعلقة شوية ملح. يلا. قصة شوي. انا كلها. لك ايه خلصتها. ايه. وشو قصة نحط؟ هلا زرب بيكنج باودر. فانيليا. فانيليا. فانيلا. فانيليا. ايوه نحن نحن برافو نطلع. هلا بنخلطهم بالخلاط. سامح هاتي وهلا بدنا نخلطهم بدنا نحط السكر. يلا ماما نزلي شوي شوي. لالا لا لا عم تحطي هون كله بده ينخلط. يلا يلا لا لا بسيكة أنا بقبسة. هذا البرتقال لما نجيبها نخلي. برافو. يلا خطي يا ماما. يلا ماما. يلا حلول. وهلا بنضيف نص كاسة زيت قمح الخليط. لبنت اختي ما جهزت الخليط. هلا نحن نحط شوية دهنيه. يلا دهني انت ثانيه ليا بدها تعمل الخليط. اوكي يلا حل. نكب نص الطحينه منك نص الثاني. حط صائل باكنج باودر وانا عم بضع كل الاماكن ونحرك. ونضيف نص الثاني من الطحينه ونص الثاني. هلا بدنا ننزل الخليط بالصينيه. كريمة لوتي ايديك. هلا بدنا نحط الجوز. بدنا نقسمه هيك قسم جوز وقسم مجوز لانه انا والماما بنحب الجوز بس اختي ما بتحبه. انا بحبه بس ما بحبه. ما قاعد فاضي شوي. هلا نحن ندخل على الفرن ترجع. هيا الجاتو جاهز. صار جاهز. هلا قسمنا لكم. هون صار في جوز هون بدون جوز. وجعفر هلفة مرع عليه كل هذا. جوجو جعفر جعفر ماما مصدوم. طلع الجاتو. لا بدي اعطيك اكبر قطعة الك. تمام.